ما تقلبيش يا ست التلفزيون، عايزين نتفرج على الماتش. ماتش ايه يا عم؟ ده في فيلم اجنبي تحفة كله رومانسية اسمه تايتانيك. تايتانيك ايه وزفت ايه؟ عايزين نتفرج على الزفت الماتش، ومفيش غير الماتش، ولو قلبت انت حرة. اوف، ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني مش عارف اتفرج على المناظر الرومانسية في الفيلم؟ ده البطل والبطلة بيحبوا بعض خالص. على الله، اسمع صوت جايبة سيرة الفيلم ده تاني النهاردة لحد الماتش ما يخلص. كلها نص ساعة والماتش هيخلص. طيب لما نشوف، يا رب فريقك يخسر، يا رب فريقك يخسر. فريقتي خسرت منك لله يا بعيدة، يا رب التلفزيون يتكسر على دماغك انت والممثلين والبطلة والفيلم كله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الفيلم ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ المركب بتغرق، الحق المركب بتغرق. ايه ده يا خسارة؟ جاك بطل الفيلم هيغرق، جاك البطل مات، يا خسارة يا خسارة. مش كفاية الماتش اللي خسرته، كمان الفيلم باظ، الفيلم الرومانسي الجميل. يا خسارة، هتنامي زعلانة زي ما انا هنام زعلان، محدش احسن من حد.